commencé à visiter certaines unités industrielles dans l'agroalimentaire, dont le groupe Bellat, qui aujourd'hui est un groupe de référence en Algérie, avec une bonne part de marché, avec des produits de qualité, avec l'origine du produit 100% algérien, ce qui est quelque chose de très bien. Nous sommes surtout venus là parce que déjà, le groupe Bellat envisage une coopération avec des entreprises sénégalais, donc les consommateurs sénégalais. On a discuté tout à l'heure avec le gérant du groupe, pourquoi pas envisager des investissements, parce que nous en avons besoin dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire, qui entre autres objectifs doit augmenter la consommation des Sénégalais. رانا ديجا نيكسبورتيو لبعض البلدان وحابين ان شاء الله ندخلوا لسوق السنغال مع زياره معالي الوزير نتشرفوا باش هكذا ان شاء الله نزيدوا نفتحوا السوق لتم. هذه الزيارة التي قال عنها معالي الوزير أنها مدعاة للانبهار، مدعاة للفخر، مدعاة للاعتراف أيضا أن ثمة مصنعا في الجزائر بهذه المعايير، شهادة تزيدنا حرصا وإصرارا على أن نقدم الأفضل دائما، استجابة أيضا لتطورنا الطبيعي، احتراما وانسجاما أيضا مع الديناميكية التي يعيشها الاقتصاد الجزائري. نطمح أن نكون السباقين وسنكون كذلك إن شاء الله. مجمع بلاط يخطو خطوات متلاحقة نحو تعزيز ريادته الوطنية مدججا بترسانة من الموارد البشرية ومن المعدات الحديثة. نحن في مجمع بلاط نطمح دائما أن نبقى رائدين، نطمح دائما على أن نؤكد أن ريادتنا نستمدها من استثماراتنا التي تحترم المعايير الدولية، التي تلبي وتستجيب أيضا لطلبات المستهلك الجزائري الذي كان ولا يزال سيبقى دائما في قلب اهتماماتنا. نحن ندرس طلبيات من 5 دول على الأقل. الولوج إلى الأسواق الأوروبية متاح بمعايير منتجات بلاط، ربما غير المتاح هي مسألة الوثائق المطلوبة، مسألة الإجراءات الإدارية المتبعة، وهذه أمور تفوقنا. بالتالي نحن مستعدون كل الاستعداد أن نشرف منتجاتنا الوطنية وأن نكون دائما في قلب أسواق مهمة للغاية.